السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمدي أحمد. هنتكلم النهاردة عن الريجنج. الريجنج ده عبارة عن مجموعة جوينتس متصلة علشان تعمل لي سكيلتون، وبستخدم السكيلتون ده عشان أتحكم في الأوبجكت بتاعي. الأوبجكت ده ممكن يكون شخصية أو عربية أو أي حاجة تانية، يعني ممكن أوصل الجوينتس بتاعتي بأي أوبجكت عشان اقدر استخدمها في التحريك. والجوينتس بتبقى صعبة شوية في الفهم عشان نفهمها في الاول، فاحنا هنحاول نبسطها على قد ما نقدر ونفهم هي بتشتغل ازاي. طيب نبتدي. اول حاجة هنفتح الاوتلاينر بتاعنا بالشكل ده، وعشان اقدر اوصل للقائمة بتاعت الريجنج اغير من المودلنج هنا واقول له اعمل لي ريجنج. بعد كده هاجي اقول له create skeleton واقول له create joints. من المهم جدا ان احنا نعرف ان احنا لما نيجي نعمل joint او skeleton ما عملوش في البرسبكتيف فيو، وقدام شويه هنبتدي نعرف اشمعنى البرسبكتيف فيو اللي ما اقدرش اعمل فيه joint بتاعي. فانا هاجي اقول له panels، ومن panels هاجي اقول له orthographic وخليهولي site. بعد كده هاجي اقول له skeleton create joints، هضغط على create joints، وبعد كده هدوس left click عشان اعمل اول joint. بعد كده هعمل left click تاني عشان اعمل تاني joint. هلاقي اتكون ما بين الجوينتس بتاعتي شكل كده. الشكل ده عبارة عن بون. البون اللي ظهرت في النص وظيفتها ان توضح لي ان في علاقة ما بين الجوينت اللي تحت ده وما بين الجوينت اللي فوق ده. ونعمل جوينت، ونعمل كده جوينت كمان كده. احنا بقى عندنا حاجة اسمها 3 جوينتس سكيلتون. والسكيلتون ده عبارة عن هيراركي. الهيراركي دي متصلة ببعض عشان اقدر استخدمها في التحريك. نبص كده في الاوتلاينر، نبص على الهيراركي بتاعتنا، هلاقي ان مكتوب joint 1 joint 2 joint 3 بترتيب الجوينتس بتاعتنا. وزي ما هو واضح ان البيرنت الكبير بتاعنا هو joint 1، البيرنت الاصغر منه هو joint 2، وjoint 3 ده ما مش بيرنت، ما يعتبرش بيرنت، يعتبر object عادي او هيراركي عادية. يعني انا عندي joint 2 ده بيرنت بيتحكم في joint 3، وjoint 1 ده البيرنت الاكبر بيتحكم في joint 2 وjoint 3. طب لو مسكنا الجوينت ده كده ودوست شيفت بي، شيفت بي كاني بقول له اعمل لي unbarrant. اول ما هعمل unbarrant اول حاجه البون بتاعي هلاقيه اختفى، لان احنا قلنا فايده البون الوحيده ان هي بتوضح لي ان في علاقة ما بين الجوينت ده وما بين الجوينت ده. طيب نيجي نبص كده في الاوتلاينر تاني، هنلاقي ان العلاقة اللي كانت موجودة او البيرنت اللي كان موجود ما بين جوينت 1 وجوينت 2 وجوينت 3 اتلغى، وفضل البيرنت اللي ما بين جوينت 2 وجوينت 3. طب تعالوا كده نرجعه تاني، همسك جوينت 2 ودوس شيفت على جوينت 1 واقول له بي رجع لي البيرنت. اول ما رجعت البيرنت لقيت البون بتاعتي رجعت مكانها. ولو بصيت برضو في الاوتلاينر هلاقي العلاقة رجعت زي الاول بالظبط. تمام. عندي بعد كده لو مسكت الجوينت بتاعي هلاقي نفسي اقدر اعمل له موف، واقدر اعمل له روتيت، واقدر اعمل له سكيل. ويفضل او من المهم جدا ان انا ما اعملش الجوينت بتاعي روتيت او اعمل له سكيل، لكن ممكن اعمل له موف عادي. يعني من المهم جدا ان الروتيت في الاكس والروتيت في الواي والروتيت في الزد يبقوا زيرو، والسكيل في الاكس والسكيل في الواي والسكيل في الزد يبقى واحد. لكن بالنسبة للترانسفورميشن او الموف ممكن يبقى فيه ترانسفورميشنز نود
من غير اي مشكله. طب وتيجي نفهم الترانسفورميشن نود بالنسبه للجوينتس دي بتشتغل ازاي. اول حاجه خلينا نتفق ان الجوينتس ليها طريقه مختلفه جدا في الشغل، او بتتعامل زي ما بيسموها تعامل سبيشال، بمعنى ان الزيرو بتاع السكيلتون بتاعي ده هو الجوينت الاولاني اللي انا ابتديت بيه. يعني انا لو مثلا لو مسكت النقطه دي وقلت له في الترانسليت اكس خليها لي زيرو، هلاحظ ان الجوينت بتاعي اتنقل للمكان اللي فيه نقطه الاصل او اول جوينت ابتديت بيه. طيب تعالوا كده نرجع الجوينت بتاعنا ده مكانه ونروح للبرسبكتيف فيو. هاجي اقول له بانل برسبكتيف وهضغط ابص على الجوينت بتاعي. طيب هو دلوقتي اتجاه الاكس عندنا فين؟ نيجي كده نبص من تحت، اتجاه الاكس ده باصص كده. يعني انا المفروض لو جيت غيرت في اتجاه الاكس هنا الاوبجكت ده يتحرك يمين شويه. تمام، بس زي ما قلنا ان الجوينتس بتاعتنا ليها نوع من التعامل خاص جدا. فانا لو كده قلت له حرك لي في اتجاه الاكس هلاقيه بيتحرك معايا في اتجاه الزد. طب ليه كده او ليه اللي بيحصل؟ لو جينا بصينا، لو جينا قربنا كده من الجوينت بتاعنا ودخلنا جواه هلاقي فيه بيفوت بوينت خاصه بيه، بمعنى ان البيفوت بوينت الخاصه دي بتقول لي ان اتجاه الاكس بتاع الجوينت ده في الناحيه الشمال دي، واتجاه الزد بتاع الجوينت ده في الناحيه اللي فوق دي، واتجاه الواي باصص لفوق كده. طب ما تيجي نبص على الجوينت التاني عشان نفهم هو برضو شغال ازاي. لو جينا ضغطنا عليه كده هلاقيه بيقول لي اتجاه الاكس بتاعه لتحت، اتجاه الواي بتاعه لفوق، اما اتجاه الزد فهو على الشمال كده. طيب احنا ليه دايما بنقول ان احنا يفضل ان احنا ما نعملش روتيت للجوينت بتاعنا؟ تيجي كده نلاحظ حاجه، همسك الجوينت ده وهاجي اقول له اعمل لي روتيت، هلاحظ ان الجوينت اتحرك والبون بتاعي اتحرك لكن البيفوت بتاعتي ما اتحركتش. عشان كده يفضل دايما ان انا اعمل الاين ما بين ما بين البيفوت بوينت وما بين الاتجاه بتاع الجوينت بتاعي. حاجة أخيرة كده أو حاجة بسيطة هنتكلم عليها اللي هو الراديوس. الراديوس ده ممكن من خلاله أكبر أو أصغر الجوينت بتاعي من غير ما أغير في السكيل. يعني أنا مثلا لو عايز أكبر الجوينت ده وهاجي أقوله خليلي الجوينت ده 2، فأنا كل اللي عملته إن أنا غيرت في شكل الجوينت. لكن ده هل ده هيغير في البرفورمانس بتاعه أو في أداء الجوينت؟ لا، ده مش هيعمل له اي حاجه. يعني فايدتها ان هي بتكبر لي وبتصغر له بتصغر لي حجمه بس. يعني انا لو جيت لو اعتبرنا مثلا ان دي ركبه، عندي مثلا ساعات المفصل بتاع الركبه ده بكون عايزه يبقى كبير بقول له خليك 2، لكن المفصل بتاع الرجل بكون عايزه اصغر من الركبه بشويه هقول له خلي الراديوس بتاعك 0.5. فانا ممكن من خلال الراديوس بس اقدر اتحكم في حجمه من غير ما اضطر ان انا اغير في السكيل بتاعي. وبكده هنبقى خلصنا اول ليكتشر بالنسبه للرجل، وان شاء الله هنكمل في الفيديوهات الجايه.